عز ربك يصلح حالك اعرف دينك، عايز دنيا يفتح حالك اعرف دينك، عايز حكمة ورحمة وجنة، عايز حكمة ورحمة وجنة، عايز تجمع دنيا واخرة اعرف 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 دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل القرآن في شهر رمضان نون اهي، والصلاة والسلام على خير نبي وإنسان نون اهي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه محسنا إلى يوم الفوز والخسران. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الليلة شعبان، الليلة بدأ شعبان مش بكرة، الليلة الأولى محسوبة من شعبان. الحقيقة أنا عندي كمية معلومات في شعبان تئن في حملها الجبال وأعلاها. أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شهر يغفل الناس عنه. يا مسكين يا شعبان، الناس غفل عنك بين رجب ورمضان. رجب محدش بيغفل عنه لأنه شهر الله الحرام، ورمضان وما أدراك ما رمضان، الشهر المعظم شهر القرآن، وفي النص شعبان. فيها هي بسبب هذا، يعني الله يرحمه سيبويه كان يقول والفاء لا يفارقها معنى السبب، تعظيم سلام لعمنا. فجبر صلى الله عليه وسلم بخاطر شعبان فكان يصوم معظمه. في روايتين، رواية انه كان بيصوم شعبان كله ويلحقه برمضان، ورواية بتاعت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما صام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا الا رمضان، وما صام شهرا اكثر من شعبان. لماذا؟ لأنه جبر بخاطر الزمان. ما هو شعبان زمن ورمضان غمض وفتح هتلاقيها على الباب. بنستعد من الليلة بإيه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. يعني إيه؟ يعني ايه ترفع فيه الاعمال؟ اعرف دينك اعرف دينك. ترفع يعني تعرض، لان اعمالنا لا تنتظر يوم اثنين ولا يوم خميس ولا شعبان، ده ربنا على علم بيها قبل ما تتعمل. ولكن الكتبة، مش انتوا حافظين القرآن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، بيعرضوا المكتوب ده على ربنا يوم الاثنين ويوم الخميس وشهر شعبان كله. فقال صلى الله عليه وسلم وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نقطة تانية، ماذا بعد عرضي الأعمال على الله تبارك وتعالى؟ يغفر للجميع إلا يا دين النبي. هي فيها إلا يغفر للجميع. معلومة على الماشي، الله تبارك وتعالى يغفر جما، يعني ولا يهمه، يغفر الكبيرة والصغيرة، ويغفر للي ساهي وللي ناسي وللمتعمد إنشاء. يا بوي يا بوي، أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ المهم مين اللي ما يغفر لهمش ربنا؟ بتوع الشعائر.
اللي مهملين في الشعائر إنه يغفر ربنا للجميع إلا المتشاحنين. يا سنة بيضة، نصيحة مني بتريليون دولار، احنا ممكن وانا بكلم ابني واخويا وبنتي واختي، احنا ممكن ما يحصلش تشاحن بيننا ابدا. عارفين السكة، سكة عدم التشاحن اللي هتحوش رحمة ربنا. تدخلش في قضايا مع حد ما يحصلش بينك تشاحن. سلام، رد ما ردش ترد الملائكة. اديني رغيفين تمنهم هم. انت ممكن تعمل تشاحن في الرغيفين دول. مال عيشك يا اسطى؟ ايه ماله؟ ما تشتريش من عندنا. حصل التشاحن، حصل تعطيل رحمة ربنا ومغفرته للمتشاحنين. وسكة كده صغيرة في التغافل، تغافل عن حاجات كتير جدا. وانا قلت كلمة لبناتي في كلية الدراسات، قلت لهم لبيت الشعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. اعمل غبي، تبقى متغابي، وعدي مواقف كتيرة وما تتلككش، وتجاوز عن بعض التصرفات وعن بعض الأموال اللي لك. بعد عن التشاحن لأنه يؤجل رحمة الله حتى يصطلح المتشاحنون. يا أخوانا، ده إحنا داخلين على شهر عظيم. كانت فيه ليلة القدر ربنا قالها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو راجع يبلغ الناس لقى اتنين بيتشاحنوا. حاول عليه الصلاة والسلام يصلح بينهم ما أمكنش، فرفعها الله من ذاكرته وقال انتظروها في العشر الأواخر. التشاحن منع منا خيرا كثيرا، لولا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولعل في ذلك خيرا لكم أنك تجتهدوا في العشر الأواخر، بدل ما تعرفوا أنها ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 22 مجوز ومفرد العشر الأواخر. بدل ما تجتهدوا في ليلة واحدة فيها، اجتهدوا في العشر كلها. ومعنا أم أحمد، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. السلام عليكم. ازيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك في حضرتك. فيك يا فندم. أنا والله كانت لي سؤال عند حضرتك، وهسأل السؤال بس وهقفلها عشان أسمع حضرتك من التلفزيون. تفضلي. فأنا كنت كان لي ذهب عند أختي، كنت عينة ذهب عند أختي ما يوازي 150 جرام عيار 24، وأختي الصغيرة كانت عينة برضو نفس ده أكتر من الذهب كتير معايا عند أختي اللي أكبر مننا، وجاي الذهب السرق. وبعدين الشرطة جات وحصل لبس كتير ومش عارفة إيه، والشرطة قالت إن الذهب ده ما خرجش من المكان ده اللي خدوا منكم فيكم، خلاص. فإحنا سكتنا عن الموضوع. المهم إن إحنا كنا بندعي عن اللي خد الذهب، فجوز أختي اللي هو كان عنده الذهب هو أختي قال إن ما تدعوش على حد، وأنا لما ربنا يفرج علي هجيب لكم الذهب بتاعكم. فإحنا سكتنا على كده، وأنا كانت ظروفي صعبة، فأنا سكت حوالي أكتر من 20 سنة، على أساس إن هم الحالة لما تحسنت إن هم يردوا لي حاجتي، ما ردوا ليش حاجتي. فاتصلت بجوز أختي وقلت له إن أنا عايزة الذهب بتاعي اللي كان أمانة عندكم. قال لي: هو أنت إدتينا حاجة؟ أنت إدتيه لأختك، أنا ماليش دعوة بالكلام ده. طبعا الحالة تحسنت فوق الخيال، وجوز أولاده وعلمهم في مدارس خاصة، وعوضهم عن الذهب، مراته وأولاد عوضهم عن الذهب، جاب لهم ذهب كتير، وجوز مرتين ثلاثة، وكتب لها أرض، وكتب لها شقتين باسمها، وكتب لها فلوس في البنك وكل حاجة، وجوز ولاده كلهم الأربعة وعلمهم جامعات خاصة. وجيت أنا بعد 20 سنة لما لقيت الحالة بقت فوق الخيال كده، اضطريت ان انا اتصل ان انا اكلم اختي واقول لها ان انا عايزه حقي، لما بعد جوزها ما رفض خالص يعني، وقال هي كانت امانه عند اختك، روح خديه منها. فكلمت اختي وقلت لها، قالت لي: انا ما معيش فلوس وما عنديش، ورفض تماما ان هي تديني حقي، رغم ان انا في اعز الاحتياج للذهب بتاعي ده.
هل ده رأي الدين ايه ورأي حضرتك ايه في السؤال ده؟ دي حاجة. الحاجة التانية ان دلوقتي زي ما حضرتك بتتكلم وبتقول صلة الرحم وقطع الرحم، طبعا الصلة مقطوعة بيننا خالص، طبعا هم واخدين حقي واكلين حقي، وانا في احتياج للمبلغ ده وفي احتياج للذهب بتاعي ده اللي هو كان امانة اصلا عندهم، وهم مش راضين يدوني حقي. فبأي يعني اي شكل ان انا هكلم اختي او هي بتكلمني، هي رافضة ان هي طبعا تكلمنا خالص، هي مخصمانة ومقطعة صلة الرحم تماما عشان ان انا بطلب ذهبي او بطلب حقي او بطلب الامانة اللي كانت موجودة عندهم. فرأي حضرتك ايه في السؤال ده؟ وربنا يجازيك كل خير وشكرا جزيلا. اشكرك. الموضوع سهل جدا لان في قاعدة فقهية، يعني جدول ضرب. اللي انا مؤتمنه ده لو الأمانة ضاعت منه يغرمها ولا لا؟ قاعدة فقهية بتقول ايه؟ بتقول الأمين لا يضمن، بس في شرط بين قوسين، متى لم يهمل. يعني لو انت شايلة 300 جرام مش 150، عيار 89 مش عيار 24. عندي اختك واختك صوتت وتلموا الجيران وجت الشرطة بورطة، ايه ذهبي وذهب اختي اتسرق، لا تضمن لك جرام واحد، لان ذهبها هي راح، انما ذهبها في الحفظ والصون وذهبك اللي اتسرق مش هي اللي سرقته تضمن. دي قاعدة الشرع. اتنين، عدم عجن الورق. ايه يعني بقى عدم عجن الورق؟ اخويا زي ما شفنا امبارح طلع لي بالشرشرة والفاس واطلع من هنا ملكش حاجة في البيت، ابن اخوي، دي ورقة ظلمني قسي عليا، دي ورقة اسامحه اضربه اشتكيه، وورقة الرحم ورقة تانية ملهاش علاكة بالكاف باللي بيجرب. ان احنا ربطنا عجلنا الورق، عجلنا الورق. اقول لكم على معلومة، ب 6000 تريليون دولار مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة بعت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 2، مش مهم القصة، بس جيت وانا صغنون قلت الاتنين دول راحوا من مش من اقصى الارض للمدينة وما كانش فيه فنادق، باتوا فين؟ ولقيت الاجابة في الكتب، اسمها الكتب مش الكتب. الاجابة اللي في الكتب بتقول الاتنين اللي هما رسولي مسيلمة الكذاب باتوا عند مطلقة مسيلمة من 20 سنة. مسيلمة الكذاب ده كان متجوز من المدينة وطلق وغار في داهية، وبعت رسوليه يناموا عند مطلقته ودبحت لهم ناء. تخيلوا احنا سنة 2024 لو اتطلقنا نبقى أعداء. ايه ده يا اخواتي ده؟ فكر ايه دي اللي عايزين ربنا يكرمنا ورخص لنا الحاجة؟ نشيل الورق المعجون دي ملهاش دعوة بيدي، أختي أزورها لأنها أختي، حرمياية مهملاية هبيعها في السوق باخد ثواب لصلة الرحم. والله يلهمك الصبر والتوفيق، وهي تغرم حسب القاعدة إذا أهملت. بس أبو الوفاء أبو الوفاء أبو الوفاء، اتفضل يا أبو. أيوه اتفضل يا ابا الوفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ الدكتور مبروك عطيه. اؤمر. الله يخليه. انا عندي 74 سنه واعاني من مرض في القلب. الف سلامه. الله يسلمك. وبعدين حضرتك ارتجاع في الصمام المتراري وارتجاع في الصمام الاورطي وضغط مرتفع ودهون وبتاع، هل يلزم ان انا اروح المسجد لصلاه الجماعه رغم هذا المرض؟ انا اقول لحضرتك، اتفضل. اللي عندك عندي، وانا عامل 4 دعامات في القلب، وعندي ضغط، وعندي سكر، وعندي اللي انتوا شايفينه، وعندي اللي انتوا ما بتشوفوش. الورقه دي
حاجة يترتب عليها أقدر ولا ما أقدرش. إذا كنت أقدر أروح الجامع فلا صلاة إلا في المسجد متى استطاع المسلم الذهاب. ممكن جدا واحد شاب على فكرة ومفيهوش ولا أي مرض وبروحش الجامع بصلي مطرحه، بصلي صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وواحد زي حضرتك بعصاية بيقدر يمشي ويروح يروح، وكل خطوة يخطوها بتكفر عنه سيئة. حد طايل بتكفر عنده سيئة. بس العلماء قالوا لو كان في طريق قريب للجامع وطريق بعيد لفة ما يلفش عشان تكتر حسناته. ربنا يضاعف لمن يشاء يمشي في الطريق القصير رحمة بنفسه ولا ينقصه ذلك شيئا. أستاذ أحمد، ألو ألو، إيه أم فؤاد؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم فؤاد مع حضرتك. أهلا بحضرتك. أم فؤاد من الغردقة. أهلا بحضرتك. كل لحظة وحضرتك طيب. كل ثانية وأنت بصحة وسلامة وجميع من يشاهدنا يا رب. ربنا يخليك. أنا كنت عايز ربنا يخليك يا دكتور، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال معلش. هو كان رمضان اللي فات كان في ابني مديني مبلغ أفرقوا عشرينات للناس الغلابة، فأنا كنت شايفة الناس محتاجة يجيبوا لبس العيد وكده. هو قال لي يا ماما اديه فرقي عشرينات للناس الغلابة يعني، فقلت أجيب لهم لبس العيد وأفرحهم هم غلابة خالص يعني. فجبت لهم بالمبلغ كله للعيلين دول. فانا عليا وزر ابدا عيلين يبقوا ناس. اسمعيني من التلفزيون بقى عشان خاطر صوتك ما تدخلش معايا. عيلين يبقوا جماعه معلومه بتريليون دولار. اقل الجمع في باب المواريث عيلين، اتنين، اخين يخلوا الام تاخد السدس في المواريث. لو اخ واحد تاخد التلت. شوفوا بقى الدليل على أن أقل الجمع إثنان باب المواريث ده. فأنت اديتيهم لناس لعليك وزر ولا حاجة. زائد أنه هو يجوز أن يخرج الزكاة عن أقاربه وأرحامه ما عدا الأب والأم والابن زي ما بنقول كل يوم. أسامة من اسكندرية، أهلا وسهلا. تفضل يا أسامة. راح أسامة. ألو، اتفضل يا أسامة. عندي سؤال عايز أسأله. والدي أيوة سافر، وهو يعني من زمان سافر، وجي من السفر لقى أبوه قال له إن هو باع كل حاجة لإخواته عشان هم يعني هم ما بيشتغلوش وهو بيسافر وبيشتغل. يعني جدك خد فلوس أبوك؟ لا، خد فلوس وورث، وهو يعني حق جدي أنا، وهرقوا على إخواته واستثنى منه أبويا وقال له عشان انت بتشتغل وهم لا. والنبي يا اسامه ممكن اصلح لك حاجه؟ تاخد ثانيه قول عشان ما حدش يتفلسف ويقول لك بيقاطع. انا مش بقاطع يا حبيبي. كلمه ورث دي ما تتقالش الا لما جدك يمدد في التراب. تمام. مفيش ورث هنا. ابوك ادى الفلوس اللي معاه للخوات واعتمد على سفر ابوك وانه منغنغ. صح. ولا حاجه ابدا. ما دام في حياة عينه يفضل ابنا محتاجا على غيره ولا يتنافى ذلك مع العدل. يعني ده ما يتنافاش مع العدل؟ لا ابدا، لان هما محتاجين. تمام يا شيخ. لكن ورثه يعني يبيع ممتلكاته رونج، والدبلو ما بتنطقش رونج، دبلو ار او ان جي. نطلع فاصل ونواصل إن شاء الله، فانتظرونا.
اهلا بحضراتكم وراجعين على ساره. الو الو ايوه كنت عايزه اسال لحضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. ايه الحكم ما يكون الاخوات اما تكون اختي في مشكله ويسيبوها تقعد فتره طويله قوي ما يكلموهاش ولا يسالوا عنها، وعاملين لنفسهم جروب وبيروحوا يتجمعوا مع بعض، الحكم في كده يوم؟ شكرا يا ساره. شكرا يا ساره. والله العظيم لا شعبان ينفع مع دول واللي زيهم، ولا رمضان، ولا الوقوف بعرفه، والله العلي العظيم. اقول لكم على حادثه في دقيقه. كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيخطب الجمعه، وشاف راجل بيتخطى رقاب اللي قاعدين وبيعدي، يعني عارفين تخطى الرقاب يعني يتاخر دماغ ده كده ودماغ ده كده ويعدي. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قطع الخطبه وقال له اجلس فقد اذيت. يقول مبروك عطيه المسكين الفقير الى الله تعالى اذا كان الذي يتخطى الرقاب مؤذيا عند رسول الله، فما بالك باللي يعمل جروب ويعادي اخته ويفرحوا قوي ان هم يعرفوا خبر عنها يغزوها بكلمه. احنا اساتذه في الغيظ يا جماعه، ودي تودينا جهنم. جهنم باللغه العربيه الصحيحه جهنم، وساءت مصيره. يا خبر اسود بقى. لسه بنقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيكبر بخاطر الزمان، وطبعا كان بيكبر بخاطر الانسان. الانسان مقدم على الزمان ومقدم على المكان. ولكن لما نقول لك فلان بيطعم الاجانب، سيادتك تفهم منها انه بيطعم الاقارب. ليه؟ لان القاعده اذا كان يطعم الاجانب فبالتالي هو يطعم الاقارب من باب اولى. راح باب اولى، راح وقالوا راح، بس كان نفسي اقول له مع السلامه. امل حياته مش حياتنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يسترك كل السنه يا رب يخليك وتكلمش من حضرتك. أفضل. بقول لحضرتك ايه يا عم الشيخ؟ راحت امل عشان ما قالتش كل السنه. احمد من اسكندريه. السلام عليكم. انت منين من اسكندريه يا حماده؟ من سموحه يا فندم. يا سلام على سموحه وناديها اللي عملت فيه 100 محاضره. ربنا يخليك. اتفضل يا احمد. اول حاجه كل السنه وانت طيب. كل السنه وانت طيب، هتني وراها لغايه لما انشرها. ربنا يخليك. لو النبي يا احمد قول تاني كل السنه. كل السنه وانت طيب. ايوه كل أيوة عام كل يوم. لا كل عام يعني برضه هتبقى في نكد طول السنه، ولما يجي العام الجديد تبقى بخير. والله. انما كل اي والله انما حبيب. كل العام وانت بخير، يبقى كل افري داي، يبقى افري داي، يبقى افري داي. حبيبي يا دكتور. اتفضل يا احمد. الاستشاره بقى. اخويا بعت لي فلوس زكاه المال. بعت ايه؟ ماشي، فلوس زكاه مال عشان اوزعها. ايوه. وهو بيستحرم موضوع الفوائد في البنك. ماشي. فانا كنت حابب احط المبلغ في البنك ويبقى صدقه جاريه على طول، والفوائد تطلع منه اطلعها زي زكاه المال، هل ده يجوز ولا ما يجوز؟ اجاوب حضرتك واقول لك انت مؤتمن ووكيل، والوكيل عين الموكل. شوف الموكل لو هيمشي بالفلوس في الشارع ده انت ما تمشيش في الشارع ده. الموكل اللي هو حضرتك عين الوكيل. اخوك ما بيحبش ده ما تعملوش. اخوك قال لك وزع تي وزع، لا اجابه اكثر من هذا. ام ادهم الشرقاوي. ايوه يا ام ادهم. الو. ايوه ايوه يا فندم. ها ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك. كنت عايزه احكي لحضرتك بس. اتفضلي. عايز احكي لحضرتك حاجه يا فندم. اتفضلي يا فندم. انا والدي متوفي. الله يرحمه وابويا وموت المسلمين. واخويا الكبير واختي الكبيره، واحنا كنت انا واخويا التاني الصغير اصغر مننا مش متجوزين.
واخويا باع حقه وباع ورثه في بيت ابوه لاختي، وباع حقه فمش بنفس السعر اللي كان ماشي، يعني هو السعر كان ماشي ب15 وهي اشترته منه ب6000 جنيه، وقالت له ما كانش معايا وهي كان معاها، وكتبوا عقد على هذا الاساس، ودلوقتي هو بيقول ان هو عايز حقه، هو كده يبقى ليه ولا مش ليه؟ هو ما دام باع والبيع قائم على التراضي وتم البيع وتسليم ال6000 باتنين بس ب2000، لا حق له في الرجوع. الحق اللي اشترى لو وجد عيبا في الشيء المبيعي، انما البائع ما دام قبض وسلم انتهى، يدور على ورقه جديده بقى، على حدوته تانيه. امل حياته. تفضلي يا امل هانم، اهلا وسهلا. كل السنه وحضرتك بخير. الله الله يفرح قلبك. اللهم امين جميعا. امين يا رب. اتفضلي يا ستي. انا كنت عايزه حضرتك بس تدعي لي وتدعي لامي ولحماتي، ربنا يجازيهم عنا كل خير يا رب. اللهم امين يا رب وكل محسن. هي ماما بتسمع حضرتك دلوقتي وبتحب، يعني بتعز حضرتك جدا وبتحبك كله. وبعدين وهي بتحبك، يعني هتحبني في الشيطان؟ ايه لازمه في الله؟ يعني هي بتحبني، بتحب شاب الطلوقه، بتحب أكيد. راجل لا اله الا الله، بتحبك أكبر. والحب في الله معروفه أكيد. اللي معروف ما يتقالش. لا طبعا كلنا والله بنحب حضرتك في الله، وحضرتك منور الشاشه. ربنا يسترك. الله يخليك. ودعواتك لجوزي عشان هو مغترب، ودعواتك لولادي الله يرجعه بالسلامه ويقويه ويعينه على الغربه يا رب. اللهم امين. ويعينوا على الغربة. وأذكروا بحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم نهمته من غربته فليعجل بالرجوع إلى أهله. لازم كل مسافر يحط خطة، أنا مسافر ليه؟ عشان أجيب عربية. قوم ربنا فتح وجبت العربية، أعمل إيه؟ أرجع تاني يوم. إنما سنة بتجيب سنة، والعربية بتجيب لوري، لغاية لما ننزل في صندوق في الطيارة يدفنونا. أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك يا أسامة. ربنا يديك الصحة. وإياك. حضرتك أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس، أنا عندي أختي، عندي مرات أخويا. أنا أخويا توفى، ويعني الورث وزعناه بما يرضي الله، وحتى الحجة يعني اتخذت لها على جزء كبير من الورث بتاعها، يعني قالت عشان خاطر ولاد ابني وكده. فهي بعد ما خدت الورث بتاعها منعت ولاد أخويا اللي هم يتواصلوا معانا، ولما أجي أتصل بيهم عملوا لنا كلنا حظر، وما بقتش تكلمنا خالص، وقطعت اخبارها، وقالت اللي هيجي ناحيتنا تاني انا هعمل واسوي فيه، هقطعه بالسكينه. وبدات انا بتعرف اخبارهم عن طريق مثلا ايه، ناس زمايلنا بيتواصلوا معاها، لان هي فاتحه، يعني قاعده في المكتب بتاع اخويا اللي هو كان فاتح مكتب محاسبه، وانا كنت شغال معاه. طبعا تزهق فيا لحد ما انا ما قدرتش استحمل وسبت المكتب ومشيت. امال لو ما خدتش حظها في الميراث كانت عملت ايه؟ والدتي والله والله وربنا يشهد، والناس كلها اللي كانت قاعده تشهد، اللي والدتي متنازله لها على جزء كبير، قالت علشان خاطر ولاد ابني، وبعد ما خدت اللي هي عايزاه عملت مشاكل مع اخواتي، والعيال بعد ما كانوا بيكلمونا وبنتواصل معاهم وبيجوا لنا وبيجوا عند والدتي ونقعد معاهم، فجاه لقيناهم حظر على التليفونات. لو هي هي حبيبي لازم تهديد وشتيمه. ليه بقى تهديد؟ ليه نفسي يا ابني نفسي تقنعني تهديد ليه وهي قبضت؟ انا في حاجه غايبه، محدش ليه دعوه، في حاجه غايبه. يعني احنا كل اللي عايزينه، يعني احنا قلنا بالعكس، يعني انا والله حتى بوصلها رسائل، احنا لحد يعني احنا برضو تحت امرها في اي حاجه هي محتاجاها، واحنا عمرنا ما هنقدر نقول لولاد اخويا احنا مالناش دعوه. لا، لدرجه ان انا في مره شفتهم في الشارع، رحت خدت البنت الصغيره في حضني، اختها الكبيره جايه مد ايدي واسلم عليها، ما رضتش تسلم عليا،
وتقول لي انا اسفه، فروحت سبتها ومسكت البنت. وانت عمو ها، وانت عمو، وانت عمو ها، وانت عمو، وانت عمو، وانا عمها، وانا عمها، وهم كانوا على طول يعني، يعني العلاقه ما بيننا كانت كويسه، لكن بعد ما الورث اتوزع خلاص. لا انا اول، انا اول مره، انا هجاوبك، انا اول مره احس بان كلمه عمو دي صحيحه. انا كنت ضدها على مدى 50-60 سنه. عمو ايه دي؟ يعني ايه عمو؟ عموه بقى يعني، انت مش ابن اخويا. لكن اتضح ان عمو دي سليمه جدا. اصل انت لو عمها كانت خليتك بالحضن، انما انت عمو، يعني عم عبد الرحمن، عم شكري، ان عمو مش عمي، انا مش عمي. يا هذه، انا كنت اتمنى ان أرملة اخوك تكلمني. ليه؟ لاحتمال تقول لي ما هو يا عم الدكتور ما ادونيش كل حاجه. لاني مش من المنطق ولا من العقل ان واحد ياخد حقه كاملا غير ناقص ويسيء. ده المفروض يبوس ايد اللي اداله حقه كاملا. فانت خدت حقك، لو خدت حقك كاملا فاشكري من اعطاك. ده دين محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية زي ما قلت، بنعجن الورق. حتى لو اتظلمتي ولم تأخذي شيئا، لغة في شيئا، ما تقطعيش الأولاد عن جدتهم وعن أعمامهم. ده يرحم، هتودي عيالك جهنم ليه؟ لا إله إلا الله. بنحارب بالأولاد ليه؟ وعايزين ربنا يكرمنا ورخص لينا الحاجة. نطلع فاصل ونواصل، فانتظرونا. اهلا وسهلا بحضراتكم. راجع على ام محمد وفاطمه. اخذ ام محمد وبعدين فاطمه. اهلا وسهلا ام محمد. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ ربنا يسترك. الله يخليك. بص يا دكتور، انا عندي سؤال كده، والسؤال ده محيرني بجد. اتفضلي. عندي ولد عنده 33 سنه، وانا كل ما عندنا محل كوافير وعنده محل تاني مستحضرات تجميل. فخير هو جدا، وانا بدعي له من الارض للسماء دكتور. الله. بس انا مش عارفه، هل هو كل ما يتقدم لحد يوافقوا عليه ويجينا الرد تاني يوم ان لا معلش بس انا ما ارتحتش؟ فانا مش عارفه دكتور، هل ده يعني ربنا مؤخر له حاجه ان بيها هيعوضوا بيها؟ اوقفي هنا، اوقفي هنا واثبتي على كده. الواد ما دام طيب وشغال شغلانه حلال وبيعمل المعروف والخير وامه راضيه عنه، فربنا شايل له في اسمها ايه، انا اقول نسيت المواقع بتاعت اسكندريه، لان انا عندي اميه في اسكندريه. يعني من محرم بيه، انت من محرم بيه يعني جنبي منك بقى، بس لو ربنا شايله حته بحري اقبليها وروحي لها. لو في الانفوشي ما تقوليش على الانفوشي وبحري مناطق نص كوم. وعينك وعينك ما تروحش اللوران ان شاء الله اثبتي على كده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يا دكتور انا بقعد اعيط، انا بسهر بصلي الفجر واصلي. يعني لو انا يعني ناس من بتكف ربنا، وهو الولد نفسه يعني خير جدا، ويعمل حساب رمضان ويعمل حساب اخواته في حاجات رمضان. وده الوحيد عندي، انا معايا ثلاث بنات مجوزاهم ومعايا ولد جوزته، ده اللي فاضل لي. انا بقعد اعيط بالليل واقول يا رب انا نفسي اشيل له خلفه، نفسي افرح بيه ليه يا رب كده. انا عارفه يا رب ان انت شايل له الخير، فانا مش عارفه دكتور. اثبتي بصراحة. اثبتي وخليكي على يقين. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يرضيكي كان يروح لوحده تمثل انها كانت بتحلم بيك، انا بحلم بيك، وتوريه المنقع بعد ما تشيل منه وتوديه محكمة الأسرة وتاخد الشقة بالعيل اللي خلفته وتعيشي انت في مرار،
والله من على البر كرم من ربنا، والله الموضوع اللي ينتهي من على البر كرم من ربنا. وما عند ايوه اتفضلي. طيب يا دكتور معلش انا اسفه، هل المحل الكوافير ده كان بتاع بابا وهو واقف فيه هو واخته؟ ايوه دكتور. هو واقف فيه هو واخته كوافير حريمي؟ اه حريمي، بس ما ما يلط الشعر واحده ست. ما يلطش. عاجبه الكحل بقى يكحل، اخته تمسك الشعر وتمسك الراس وهو يمسح الشنطه للزبونه، بعد عنها تماما. ولا نغير شرع ربنا؟ لا هو ده ممكن يكون اللي موقف الحاجه. لا ابدا ما فيش ممكن، ما الكلام ده ما فيش كتالوج عندنا يقول ايه يقول ونعمل ايه. سخي تماما ما دام الواد خير وامه راضيه عنه جدا جدا وكويس ان شاء الله، ربنا مدخر له الخير ويعمل كوافير رجالي جنب الحريمي ويبقى كسبه كله حلال في حلال. شكرا. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور. من دستورك يا فاطمة. من فضلك ربنا رزقنا بمولود تمام ولد. ايه؟ واحنا معانا دلوقتي 10 جرام ذهب بابا شايلهم من قبل الجواز اصلا للزمن. انا مش تمام؟ فاهم، انا مش فاهم. بص ربنا اداكي مولود ولد. ايوه. ها كويس. وبابا من قبل الجواز كان شايل يعني شلنا فلوس في ذهب على الزمن. أيوة. تمام؟ ايوه. ودلوقتي يعني هو مش عارف، حرام ان احنا شايلين الفلوس نعمله عقيقه للمولود افضل ولا نشيله الفلوس عشان الدنيا مش مضمونه؟ لا نعمل عقيق. العقيقه افضل. ايوه لحمه ياكلوها الناس. وانا كنت بدرس في العقيده النهارده أيوة. السبت كان موضوع العقيقه والخلاف بين الفقهاء، هل تصح بالابل والبقر كالاضاحي ولا خاصه بالغنم؟ البندنيجي عليه رحمة الله قال ولا يجزئ غير الغنم، يعني ما تنفعش عنده بقرة. والناس تدعيله. وفي معلومة في الفقه جت عليا دلوقتي صعبانة عليا ما أقولهاش، وإحنا في شعبان والله العظيم في سطر في الفقه لسه قاريه النهاردة. وإذا مات المولود قبل أن تعمل له عقيقة تعمل، ينهض مات. أيوة أشكر ربنا اللي متعني به يوم واحد، يوم واحد. العدد في الليمونة في كتير حاجات، مفاهيم كتيرة عايزة تتغير. عايز بس أقول قبل التليفون الجديد معلومة ومهمة جدا. هي إيه؟ الوارد في جميع السنن وفي صحيح البخاري في اولها ان السيده عائشه سالت النبي عليه الصلاه والسلام اقول ايه لو صادفت ليله القدر، فقال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. الكلام ده يتقال في ليله القدر ويتقال في رمضان ويتقال في شعبان. الشوشي يا رمضيه عايزه تعمل دعاء شعبان، دعاء ليله الجمعه، دعاء يوم السبت العصر. تهريج تهريج. المعلومة من تريليون دولار بقى، ما قاله أبو حيان في البحر المحيط في تفسير سورة الكهف، قال وهذا الدعاء يغني عن جميع الدعاء، وهو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وربنا لو ادانا الرحمة ينزل المطر ويدينا الصحة رحمة ويبعد عنا الظالمين رحمة. قال هذا رحمة من ربي، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لما عملوا لهم السد قال هذا رحمة من ربي، فالذي يمنع الظالمين عنك رحمة، ويدينا جيران حلوين رحمة، ويغفر لينا ذنوبنا رحمة. ناقص ايه بقى؟ ناقص ايه طيب؟ ويدينا عيال ذرية طيبة رحمة. وآتنا من لدن آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني اهدنا صراطك المستقيم. باقي ايه في الدعاء؟ فكتروا من هذا الدعاء في شعبان وفي رمضان وفي شوال، ومفيش أدعية الساعة 6 المغرب والساعة 7 إلا ربع
ويوم الجمعة ويوم الخميس ويوم الثلاثة العصر. أمة الله. أهلا يا أمة. إزيك يا أمة؟ إزيك يا أمة الله؟ مجدي بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الباشا فضيلة الشيخ. الله يسترك. الله يبارك في عمرك. أنا من محبين رأي حضرتك، حضرتك رأيك وسطي ورأيك محترم جدا ويحترم، لأن حضرتك ما بتنحاز لده ولا تنحاز لده، فالواحد بيتشوق لأنه يسمع كلام معليك. أشكرك يا فندم. الله يبارك في عمرك يا فندم. الله يبارك في عمرك. تفضل. الله يخليك. إحنا ثلاثة صبيان. أيوه. ووالدتي كان ليها بيت، وخالتي ليها بيت، يعني في حتة شعبية يا فندم. والدي خالتي عايزة تبيع البيت بتاعها، فوالدي كلمني وأنا كنت برا في الخليج، فقال لي ممكن تساعدنا. قلت وماله، فرحت واخد تمن البيت كام زي ما قالت خالتي بالظبط، واشتريت منها البيت بالمبلغ المعين. تمام. فانا في الخارج فبقول لوالدي اكتب لي حاجه باسمي، قال لي لا انت يعني عشان سافرت بره هتتكبر علينا. فقلت له خلاص انت شايف يا والدي، فقال لي خلاص انا هكتب باسم والدتك وده هيبقى ايه، يبقى مشاع للكل انت واخواتك الاثنين. قلت خلاص مفيش مشاكل، ادي اخواتي مش هقدر اي حاجه. فدفعت الفلوس كامله لخالتي، فوالدي راح كاتب البيت الثاني بتاع خالتي باسم والدتي، واصبح البيتين باسم والدتي. والدي توفى بعد كده، والدتي جت وبعدين مرضت، فبعدين بقول لها والدتي يعني دلوقتي انا مساهم في البيت دهوت، فانا ليه نصيب؟ قالت لي ان شاء الله. بعد كده توفت، بعد ما توفت بقول لهم يا جماعه انا يعني ليه نصيب في البيت الثاني بتاع خالتي؟ قالوا مالكش حي حاجه. طب يهديك ويرضيك؟ قال لي لا، ده هي والدتك بعد ما ماتت، قبل ما تموت خدت ايه، كتبت البيتين، او بقى هو بقيت واحد، بقى بيت واحد باسم اخوك الكبير، بيع وشراء. طب انا فين نصيبي فين؟ قال لي مالكش اي حاجه عندنا. شكرا يا جماعه، متشكرين الف شكر، سلام عليكم. عليكم السلام. لا عملت قضيه ولا رفعت اي حاجه ولا اي شيء، وقلت اخواتي يعني احنا دم واحد ومن اب واحد ومن ظهر اب واحد، فقلت لا خلاص عوضي على الله. فهل يبقى في ذلك اسم على والدتي؟ لان طبعا انا كل يوم بترحم عليها الله يرحمها، وبدعي لها وبقول لها ربنا يرحمها يا رب ويوسع قبرها يعني يدخلها جنه ان شاء الله باذن الله. اشكرك. انا هذه المسائل وغيرها من المسائل اللي بتؤرقني، وانا مؤرق خلقه، مؤرق بالفقه واللغه العربيه والدراسه اللي ابتدت وباحوال الناس. يعني شوف في كلامك كلمه واحده، كلمه واحده تهون الدنيا شويه، اللي هي كلمة أبوك الله يرحمه ممكن تساعدنا، فأنت دفعت الفلوس مساعدة، ثوابها عند ربنا ما تبصش بقى اشتروا بها بيت، اشتروا بها غيط، لكن كونه يكتب البيت باسم والدتك والتاني بتاعها وهي تكتبه للكبير، والكتوبة حتودينا جهنم أقسم برب الكعبة، الكتوبة دي هتوديك نار جهنم. ليه؟ لأن ربنا كتب لكل واحد حقه. أنت مش عاجبك توزيع ربنا، تدي الكبير تدي الصغير، تحرم اللي أنت عايز تحرمه تدي، ده كفر بالله، من باب كفر دون كفر. أعيدها للمرة التانية في البرنامج داخلين في الثلاث أشهر، من باب كفر دون كفر، يعني كفر اقل من اللي بيعبد معزه. انت مش عاجبك نظام ربنا، انت تدعي لها هتاخد ثواب دعائك ليها، والله يرحمها ويرحم جميع موتانا واللي اتعمل غلط، ولو تعرف تاخد حقك بالقانون، وفي ناس تشهد بانك انت اللي اشتريت البيت وان ده اللي كتبه ابوك كتابه صوريه
ممكن جدا، وحرام عليك لو ما عملتش كده. فاصل ونواصل فانتظرونا. معانا هند وبعد معانا محمد وبعدين هند. تليفونات كتيرة، ربنا يعيننا ويتقبل وينفع يا رب. ألو يا محمد. ها هند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مغلوق عافية. أؤمر يا أخي. ما أنا أجي لحضرتك على طول يا دكتور عشان عارف وقت حضرتك وكده. ما أنا متجوز من 12 سنة يا دكتور. أخت مراتي قالت لي يوم الدخلة بتاعتي قبل يعني مثلا قبل ما اروح اجيب العروسه منك وكده قبلها بساعه، قالت لي ساعه ما تلبس بدلتك بايديك واعمل حمام على ايدك واغسل ايدك بيه. وسمعت كلامها؟ نعم سمعت كلامها. سمعت كلامها وعملت زي كده يا شيخ. فسالت كذا شيخ عندنا الكلام ده من قريب، يعني انا متجوز بقالي 12 سنه. ايوه تمام. فسالت كذا شيخ عندنا على الموضوع ده، قال لي ده قلب شيطان وفقر مدى الحياه. ايه؟ وانا من قال لي قلب شياطين وفقر تفضل فقير طول العمر. لا هو لا يجوز وبس. تمام. اه وربنا يغفر لك ويغفر لي ويغفر لكل العباد يا رب. يا رب يا رب، يعني ما فيهاش اي حاجه زي ما نألفش ذنوب احنا ونألف حاجات الناس تتكل عليها وتفشل في حياتها. يعني الواحد دي بعبادي. لا 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 لا، وانت المفروض ما تسمعش كلام الغندوره. يعني هي الغندوره كانت خريجه ازهر، لقيت لك اعمل حمام على ايدك واعمل حبشتكه، بتجاملك على خيبتها وعلى فشلها. المفروض انت واعي ومسلم حريص على ان مفيش الكلام ده. يعني قبل الفرح والفرع على الابواب، وربنا يفرح كل اللي مقبل على الفرح ويفرحنا اجمعين بفلسطين وبالمحافظه على رفح وبالمحافظه على معاهده السلام، ويجبر خاطرنا في هذه الأيام المباركة. اللهم آمين. يعني لكن قولي تم تعمل كذا هيحصل كيت وكيت وكيت وكيت، مفيش دليل على كده. مفيش دليل في بعض النصوص، اللي عمل كذا جزاؤه كذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. حتى ربنا ما قالش نوع العذاب إيه. السفر من والبعد عن الأهل عذاب، السفر من القاهرة لإسكندرية عذاب. النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع الرجل نومه وطعامه. لكن أهو عذاب مطلق. فإحنا ما نتقولش على الله والرسول ونحط من عشان نخوف الناس نحط لها ذنوب. هي ناقصة ذنوب؟ ما هي اللي عملته أخت مراتك ده فساد في الأرض ونصيحة سودة. لا إله إلا الله. دي كانت تقول لك اشرب ليمون وروق الحال وخلي بالك من أختي وخدها بالراحة ويا سلام عليها، تبقى بنت حكيمة. إنما دي أخت إبليس معششة في نفوش خوف. احنا عندنا بقى المواريث معكوكة، العادات والتقاليد هباب، المعتقدات الفاسدة عد ولا تحصرش، عد ولا تحصرش. يا خبر اسود. وعايزين ربنا يرحمنا. اعرف دينك. هند. لو هند لسه قاعدة. ألو. ايوه نعم. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يجبر خاطرك. كنت عايز اسأل حضرتك، انا عندي عمي الكبير متجوز خالتي اخت ماما وكده، ومن سنين يعني من زمان بابا كان بيسافر وعمي كان قاعد هنا في مصر، فمن ساعتها كان دايما يقول لبابا بعت لي مثلا فلوس مش عارفه ايه، فبابا كان بيبعت له عادي علشان هو اخوه الكبير وكده. وماما كانت قاعده هنا معاهم، وطبعا كانت لسه عروسه جديده ومعاها ذهبها وكل حاجه. زمان خالص ما كانش فيه تواصل ولا تليفونات ولا الكلام ده، فكان عمي دايما بيقول لماما ان هو بيكلم بابا ومش عارفه ايه وكده. وجه في مره قال لها انا عايز الذهب بتاعك. ايه؟ قال لها انا عايز الذهب. اه. فقالت له ما ينفعش لما جوزي يجي من السفر وكده. قال لها لا انا قايل له، وهو قال لي عادي خد الذهب وتصرف فيه والكلام ده كله.
فماما طبعا بحسن نية اديتهوله عادي من ساعتها، الكلام ده من 20 سنة أو 22 سنة. فبابا لف بعدها، حصل مشاكل وحوارات، وفي ناس من الجيران والأهل هم اللي عرفوا بابا إن ماما مش مرتاحة معاهم وكده. فبابا نزل من السفر، ولما نزل اكتشف إن هو خد الذهب، وما هو بابا ما كانش عنده علم بكده يعني، عرف بعدها بعد ما نزل. طبعا ما تكلمش، صلة رحم وأخوه الكبير والكلام ده كله، بس جاب ماما وجه هنا مصر يعني، جينا القاهرة انفصلنا عنهم. ومن ساعتها ما طلبناهمش بأي حاجة، ولحد دلوقتي الموضوع ما اتفتحش تاني أصلا. بس احنا دلوقتي يعني هم مش بيحبونا يا دكتور، لدرجة احنا كل ما نسافر الاستقبال مش حلو، مش عايزيننا نقعد في البيت، مع ان احنا ده بيت ورثة وبيت جدي كبير والمفروض كلنا نقعد فيه، مش بيستقبلونا يعني، بيعملوا كل الحاجات اللي تكرهنا ان احنا نسافر نقعد يعني. ودايما خالتي يعني، هي دي حاجه اكيد مش بايدينا، بس دايما هي بتقول انا علشان مش معايا ولد، انتوا عايزين تيجوا تقعدوا، انتوا عايزين تيجوا تاخدوا البيت. هي معاها 3 بنات، وانا الحمد لله عندي اخين ولدين وربنا يبارك فيهم يا رب. هي دايما بتدعي كده يعني، هي دايما بتقول انا علشان مش معايا ولد، ومين هيسال على البنات من بعدي ومش عارفه ايه والكلام ده. فهو ده اللي مخليهم مش بيحبونا، مع ان دي حاجه مش بايدينا. بس فهل ينفع بعد السنين دي كلها نفتحهم في موضوع ان احنا عايزين الذهب بتاعنا؟ جدا جدا، وما ضاع حق وراءه مطالب، واعمل اللي عليا واكتر من اللي عليا عشان استرد حقي. بس احنا دايما بنقول لبابا، بس انا عايز اقول لك حاجه يا نيدا، عايز اقول لك حاجه. اتفضل. وانتوا رايحين شايلين، حتى لو هي بترحب بيكم مش هتحسوا بالترحيب. بنشيل يا دكتور وبنقعد معاهم كتير. انا عايز يا نيدا، انا عايز اشكرك واكلم حبايبي واهلي وشعبي وناسي وجميع الامه الاسلاميه اللي سمعاني من مشارق الارض ومغاربها. احنا عندنا داء، داء جديد يتضاف للمواريث والخيبه اللي احنا فيها، اللي لازم نتخلص منها عشان ربنا يكرمنا، عشان نلاقي كوبايه الميه نشربها. عارفين هو ايه الداء؟ لما عيله او اخ يكون عندهم واحد مسافر، المسافر بياخد مرتب كبير شوي يعني، ما بياخدش كبير قوي زي لعيب الكوره مثلا، لا بياخد مرتب اكتر من اللي هنا 10 15 مره، عينهم عليه، ده داء. مش اخويا مسافر محروم من وطنه، محروم من اهله، بيتعامل مع ناس ما يعرفهاش، بيشوف الذل. يعني عمك لما خد الذهب من امك ما قدرش لحظة ان ابوك كان مسافر لوحده، يعني بيقف على الحوض يغسل الفانيلا، مش عايز اقول الكلمه الثانيه واقدر اقولها واقول امها، يغسل الفانيلا والشورت، يغسلهم كده بالصابونه، ويطبخ مره يا ولدي، ويعيا مره، ويداري عياه عشان اللي هو مسافر عندهم ما يمشيهوش، ويتحمل الامرين. لكن العين اللي حطقه تاخد الدهب، تاخد الدهب وتاخد كل حاجه. حرام يا أيها العم، حرام. وبعد فات 20 سنة ولاد أخوك جايين لك، كفر عن سيئاتك، اصرف عليهم كام جرام من اللي انت خدتهم في شعبان المبارك. يغفر الله لجميع عباده إلا المتشاحنين. ربنا احفظنا من التشاحن، ونجنا من كل متشاحن، وأنزل على قلوبنا سكينة من عندك تتحسن بها أخلاقنا، وتتحسن بها أوضاعنا، وقنا شر أنفسنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا، حولها 3 مرات، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ارحم ميتنا، واشف مريضنا، واجبر خاطرنا، واكتبنا مع المرحومين، توفنا موحدين، واحشرنا في المرحومين، إنك أنت الغفور الرحيم.
كل شعبان، مش كل شعبان السنة الجاي، كل شعبان السنة دي وانتوا بخير وبصحة وعافية، ومن هنا لشعبان اللي جاي كل يوم وكل لحظة وأنتم إلى الله أقرب. وأنا معاكم نرجو رحمة ربنا ونخشى عذابه، وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم، فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال، ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية، وحتى ألقاكم مساء الجمعة القادم إن شاء الله، لكم مني خالص الدعاء بصلاح البال والحال. السلام عليكم. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله. عايز ربك يبقى في صفك، تعرف دينك، ولما تنادي تلاقيه جنبك، تعرف دينك. عايزه دايما يرفع قدرك، اعرف دينك، اعرف دينك. الله الله يا الله، الله 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 يا الله. عايز ربك يغفر ذنبك، اعرف دينك. عايز دايما يرتاح قلبك، اعرف دينك. عايز سيدنا النبي يحبك، اعرف دينك، اعرف دينك، اعرف دينك.